ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عوف مريم الخاصة بالتغذية الصحية لإنقاص الوزن أو الحفاظ على صحتنا. إن شاء الله اليوم غادي نوريكم طريقة تحضير حليب جوز الهند اللي هو الكوك، وطريقة تحضير حليب اللوز. طريقة ديال التحضير وكيفاش غادي نصوبوه وكيفاش نخليو اللوز أو البقايا ديال اللوز والبقايا ديال جوز الهند باش نوجدوها على شكل دقيق، كل شيء غادي نقول لكم في هذا الفيديو ان شاء الله. وغادي نهضر على حليب اللوز وحليب جوز الهند كيفاش نستعملوه حنا متبعين نظام الكيتو، وكيفاش نستعملوهم وحنا ما متبعينش نظام الكيتو، نكونوا متبعين نظام غذائي لنقص الوزن كيف ما كان النظام الغذائي. وكذلك الا كنتم متبعين الانظمه ديال نقص الوزن في الجروب الخاص بالفيسبوك غادي نوريكم الطريقه كيفاش تستعملوهم في الانظمه اللي تنعطيكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والا كنتوا من الناس المتابعات ديالي من جروب الفيسبوك ومجموعات الواتساب فخليوا لي لايك وخليوا لي تعليق باش تشجعوني باش نزيدكم وصفات اخرى ان شاء الله. ونخليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها كيفاش بعدا نوجدوا اللوز باش نحضروا باش اننا نديروا به الحليب. هنا غادي نخلي جوز الهند على جنب، وهنا غادي نوريكم كيفاش غادي نصوبوا اللوز. بالنسبه للوز ما غاديش ديروا القياس اللي انا درت، اللي غادي نقول لكم هو فاش غنبغيو نوجدوا حليب اللوز نعبروا الكاس او الزلافه او اللي حنا غادي نعبروا به اللوز ديالنا هو اللي غادي يحدد لنا شحال من كاس ديال الماء غادي نديرو. مثلا انا هاد الكاس هذا عامر باللوز، ها نتوما غادي تشوفوا، فغادي نحتاجوا واحد الزلافه غادي نحط فيها هاد اللوز، لان هاد اللوز ضروري ما خصنا نديرو ليه الماء طايب الباب الماء مغلي باش انه يبقى واحد 3 سوايع حتى 4 ديال السوايع، علاش؟ باش انه يفقد جميع الشوائب اللي كتكون كاينه في اللوز، وكذلك اللون البني ديالو، لان حنا غنطحنوه بالقشره ديالو بكل شيء، فباش ما يجيناش اللون ديالو بني غامق في الحليب. فلذلك غادي ضروري من هذه الطريقه هذه اللي خصها ترطبوا لينا، وكذلك يفقد دوك الشوائب اللي فيه. فضروري ما غادي نحتاجوا الماء مغلي مزيان، غنديروه في واحد الزلافه كما قلت لكم، وغادي ندير الماء طايب بهذه الطريقه. ها نتوما كيف ما تشوفوا راه دغيا بدا كيطلق اللون البني. هنا غادي نخليه من ساعتين حتى ل4 سوايع، لكن يفضل انكم بليله قبل ما تنعسوا. الا كنتوا الغد اللي غادي توجدوا خليوه بايت ليله في هذا الماء. فانا غادي نخلي هذا على جنب هكا، نخليه يرتاح، وغادي نوجدوا حليب جوز الهند لانه ما تيحتاج لا نرطبوه لا يبقى في الماء ولا حتى شي حاجه. على ما نجيب الخلاط الكهربائي ونوريكم طريقه التحضير ديال جوز الهند. فهنايا غادي نجيو للطريقه باش غادي نحضروا الحليب ديال الكوكو. كيف ما تشوفوا معايا انا هنايا تقريبا خديت زلافه، تقدروا تاخذوا غير كاس، تقدروا تاخذوا غير نص كاس، لكن اللي مهم اننا باش عبرنا الكوك هو باش غادي نعبروا الماء. كيف ما تشوفوا عندي هنا زلافه ديال جوز الهند، غادي نحتاج لها تقريبا 4 ديال الزلايف ديال هاد الماء، يعني باش ما عبرتو جوز الهند غنحتاجو 4 ديالو ديال الماء. هنا غادي ندير غير واحد جوج زليفات باش يتطحن ليا شويه مزيان، عاد غادي نزيد جوج زلايف اخرين. هانتوما خليكم معايا، هنا غادي نحتاج الماء باقي مغلي، يعني مازال يعني ما نقدروش نقيسوه، مازال خارج منه كي زعما مازال درجه الغليان طالعه. فهنا كما تتشوفوا غادي ناخذ جوج، غادي نسد عليه وغادي نبدا نطحن باش ما نصدعكمش، غادي نطحنوا شويه وغادي نعاود نرجع لكم. فها نتوما هنايا يلاه جوج ديال الزليفات ديال الماء كيبقى لنا مجموع، هنا غير طحناه مزيان باش الماء ما يكونش كثير عندنا في الخلاط الكهربائي. وهنا غادي نزيد تقريبا جوج زلايف اخرين باش نكمل 4، وغادي نطحنوا مزيان. ولكن فاش غادي نكون تنطحنوا تقريبا خاصني واحد 3 ديال الدقائق حتى 4 وانا تنخلط، مره كنحبس مره كنخليه.
انا هنا غادي نزيد زلافه الرابعه وغادي نبقى نطحنو وغادي نرجع عندكم. فهنايا بالنسبه للطريقه غادي نبقاو نخدمو الخلاط الكهربائي واحد نص دقيقه حتى لدقيقه ونعاودو نحبسوه، وحنا كنعاودو باش ما يتجمعش لينا جوز الهند في الاسفل ديال الخلاط الكهربائي. بهذه الطريقه غادي نبقاو غاديين مده ديال 3 دقائق حتى 4 ديال الدقائق، ونحتاجو معلقه اولا شي حاجه اللي نبقاو نحلو مره الخلاط الكهربائي ونزلو جوز الهند الى كاين عندنا في الجناب ديال الخلاط الكهربائي لانه كيطلع لنا الفوق بهذه الطريقه، ونبقاو غادي كنطحنوا فيه مزيان حتى يجانس لينا مزيان كيف ما قلت من 3 دقائق تقريبا حتى 5 ديال الدقائق بهذه الطريقه. من بعد ما طحنت الجوز الهند او الكوك مزيان 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 اكثر من 4 دقائق وانا كنطحن، فتتشوفوه ولا مطحون مزيان وابيض. فهنايا اشنو اللي غادي نحتاجو؟ يا اما غادي نحتاجو واحد الصفايه اللي تكون رقيقه بزاف بحال هذه او اكثر. الا ما عندناش صفايه رقيقه شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو داك الزيف اللي تنقولوا له زيف حياتي، الا كان عندنا زيف حياتي فاحنا غادي نحتاجوه، هو اللي غادي يحيد لينا جميع البقايا او فين ما كاينه شي حبه ديال جوز الهند ما مطحوناش مزيان فهو اللي غادي يحيدها لينا. فهنايا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير، ناخذ واحد المعلقه ونبداو نهبطوا غير بشويه بشويه باش نتحكموا فيه مزيان. فانا هنا غادي نبقى كنعصر بشويه بشويه، خصنا ما نخليوهش حتى يبرد نهائيا. الا برد لان عندنا الكوك غني بالدهون، لان عرفتي ملي غادي توجدوه وتقريبا يبقى في الثلاجه واحد 5 ديال السوايع غادي تلقاو واحد الطبقه ديال الكريمه طلعت الفوق ديال القرعه او لا الطاسه فين غادي تخليوه، فلذلك الا خليناه تبرد غادي نلقاوه بدا كيجمد لينا. فغادي نبقاو بحال هكا بهذه الطريقه. صراحة يفضل أننا نوجد حليب اللوز أو حليب الكوك في المنزل. علاش؟ أولا الثمن ديالهم غالي بزاف، لأن بعض المرات كنلقاو غير من السيترو تيدير 40 درهم، وفاش نجيو نقراو المكونات كنلقاو المواد الحافظة كنلقاو سكر كنلقاو بزاف ديال الحوايج تيضيفوهم باش أنه يجي لذيذ، ولكن إلا صوبناه غير في الدار تيجي ألد ألد. هنايا غادي تشوفوا معايا غادي نبقى نزيد بشوية بشوية حتى نكمل، وهاد الدقيق هذا اللي هاد الجوز الهند اللي عندي هنايا مطحون فما غاديش نلوحوه، فغطي ان شاء الله. غادي ندير لكم فيديو غادي نوريكم كيفاش نردوه دقيق ديال جوز الهند ونزيدوه يا اما في الخبز الكيتوني يا اما في الحلويات اللي كنديروه في الدار يا اما في لي كيك، ما نلوحوهش نهائي لانه غني بالالياف لا هو ولا دقيق اللوز. فغادي نمشي بهذه الطريقه هكا حتى نكملو وغادي نرجع عندكم باش بلا ما نطول عليكم الفيديو. فهما من بعد ما الحليب وجد فضروري مني نكونو تنكبوه في القريعه اولا فاش غادي نديروه نعاودو نديرو واحد الصفايه اللي تكون رقيقه. علاش؟ باش الا كان غير داز لينا شي شويه ديال الكوك هانتوما تتشوفوا من الصفايه ما يدوش لنا الحليب، لان فاش نكونوا كنشربوه ما نحسوش بداك المذاق الخشن في الحليب. فهانتوما تتشوفوا الحليب ديال جوز الهند واجد، الرائحه غزاله، راكم عارفين ريحه الكوك كيفاش كتكون دايره، غزاله تيجي حلو، تيصلح في العصائر، تيصلح في نصاوبو مخبوزات كيتونيه. دابا ان شاء الله نصاوب لكم داك خيم بالطبقه الدهنيه اللي تتكون عندنا الفوق ديال ملي غادي يبرد، انا غنوريكم الطبقه الدهنيه. نقدروا الا كنا ما غاديش نستعملوا الحليب ديال جوز الهند في نظام الكيتو فغادي نحيدوا ليه ديك الطبقه الدهنيه وغادي نوريكم كيفاش تستعملوها كريمه او تزيدوا عليها شوكولا وديروها كريمه، مثلا ندهنوا بها لي كريب ولا ندهنوا بها لي بانكيك ديال الشوفان. مازال وصفات كثيره 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 ان شاء الله اللي غادي نعطيها لكم تنفعكم وانتم دايرين اي ريجيم، تنفع وليداتكم اذا كانوا تيعانيو من سمنه او فقر الدم او حساسيه. مثلا الناس اللي عندهم حساسيه من اللاكتوز ما كيشربوش الحليب، فالحليب ديال
الكوك او الحليب ديال اللوز فهو غني جدا جدا ولذيذ وتيعاونكم بزاف. فمن بعد ما شفنا الطريقه ديال تحضير ديال الحليب بجوز الهند او الكوك، غادي ندوزو للطريقه ديال تحضير الحليب ديال اللوز. فهنايا تتشوفوا اللوز، دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير اللوز. هنايا خليته تقريبا 4 ديال السوايع حتى ارطب مزيان، وشفتوا اللون ديالو كيبقى، فانا غادي نغسلو مزيان ونصفيه من هذا الماء وغادي نرجع لكم. فهنايا من بعد ما غسلته ونقيته فحنا غادي نخليوه بالجلدات ديالو، ما غاديش نحيدوها، وغادي ندوزو لطريقه التحضير. دائما في الخلاط الكهربائي غادي ناخذو اللوز ديالنا، وغادي نحتاجو الكاس اللي عبرنا به اللوز في الاول. فإلا عقلتو معايا في الاول وريتكم هاد الكاس هذا اللي عبرت به اللوز، فهنايا غادي نحتاجو نفس اللي احتاجينا في جوز الهند 4 ديال الكيسان، يعني نفس باش عبرنا اللوز هو اللي غنعبروا به 4 د المرات الماء. هنا ما غاديش نحتاجو الماء طايب، غادي نحتاجو الماء عادي يكون غير بارد، لان اصلا اللوز ديالنا راه رطب. هنا غادي ندير غير كاس واحد، وغادي نزيد الكاس الثاني، وغادي نطحنو حتى يتطحن ليا مزيان، عاد نزيد جوج كيسان الاخرين. باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نطحنو مزيان وغنزيد عليه جوج كيسان الاخرين، ونطحنو تقريبا من 3 دقائق حتى 5 دقائق، ونرجع نوري لكم كيفاش غادي يكون. وهنايا من بعد ما طحنت اللوز ديالي، شوفوا غير اللون ديالو غزال ما شاء الله، تيبان مشبع، مفيد جدا جدا جدا، احسن من انكم تشريوه، من الاحسن انكم تصوبوه في الدار، لانني جربت اللي كان شريتي كل مذاق ديالو حلو بزاف وتيقهم بزاف، لكن الا صوبتوه في الدار كونوا متاكدين كيجيكم خفيف اللون ديالو، المذاق ديالو تيكون مذاق ديال الحليب، ما كتحسوا لا بمذاق اللوز، لا حلاوه ولا اضافات لا حتى شي حاجه. هنا من بعد ما طحنته بالطريقه اللي قلت لكم، جوج درت جوج كيسان في الاول ديال المبارد عادي حتى تطحن مزيان، عاد باش زدت جوج كيسان اخرين. علاش كنقول لكم ما تزيدوش جوج كيسان 4 الكيسان من الاول؟ لانه ما كيتطحنش بنفس الطريقه باش يتطحن الا درنا غير جوج معالق جوج ديال الكيسان من الاول. هنا غادي نديرو نفس الطريقه، نفس اللي احتاجينا باش اننا نوجدو حليب ديال الكوب، كذلك غادي نحتاجو حتى حليب اللوز. فهمتوما تشوفوا هكا، هو ساهل في التصفيه ديالو ماشي بحال ديال الكوك. غنبقاو غاديين غير بهذه الطريقه. فقلت لكم الا كان عندكم داك الزيف ديال حياتي من الاحسن. هانتوما شوفوا اللوز كيفاش تيكون، وكما قلت لكم هذا اللوز ما غاديش نلوحوه لا هو ولا الكوك نهائيا، لان غادي نوريكم ان شاء الله في الفيديو اللي من مورا هذا الفيديو الطريقه ديال التحضير الدقيق. هانتوما تشوفوا، وغادي نبقى نعصر مزيان بهذه الطريقه. انا غير باش ما نطولش عليكم الفيديو درتو كله، حاولوا تبقاو ديروا غير بشويه بشويه باش تحكموا فيه. انا غنمشي بنفس الطريقه حتى نوجد الحليب ونرجع لكم. فهنايا كما تتشوفوا الحليب ديال اللوز صفيتو، راه جاني اكثر من هذه القرعه هذه، لان هذه ديال الزاج بقات عندي غير هذه الصغيره، وراه باقي عندنا هنايا. هانتوما شوفوا الكميه شحال تيعطيكم. انا هنا علاش كثرت، لانني علاش درت حليب اللوز او حليب الكوك في نفس الفيديو، غير باش ما نطولش عليكم، باش ما نديرش جوج فيديوهات، لذلك درتهم بجوج. فمن الاحسن انكم ما ديروهمش بجوج في مره واحده باش ما تكونش عندكم لا كونتيتي كثيره. انا هنا علاش كثرت الحليب، لان حتى وليداتي كنعطيهم حليب الكوك وحليب اللوز، كيعجبهم بزاف بزاف، وكنديروا لهم مع الروز مع بزاف ديال الحوايج اللي مازال غنعطيكم كما قلت لكم الوصفات ان شاء الله. انا غنوريكم هنا الحليب ديال اللوز ونوريكم الحليب ديال الكوك. ها هو الحليب ديال الكوك، تقريبا كيعطيني نصف لتر تقريبا، واللوز الكاس اللي عطيتكم تيعطي تقريبا ايترو. اللي بغيت نقول لكم انه تقدروا ديروا غير كاس ديال العنبه ديال اللوز باش انكم توجدوا الحليب ديال الكوك ديالكم، اولا الحليب ديال اللوز باش يعطيكم جوج كيسان اللي غادي تحتاجوهم. انا هنا غادي نوريكم الدقيق اللي غادي نصوبوا ان شاء الله، الدقيق ديال اللوز والدقيق ديال الكوك، فها هما البقايا. ها انتم شوفوا معايا هنايا البقايا ديال اللوز، وهنايا البقايا ديال الكوك. هنا غادي نديرهم في هاد الطاساس، غادي نسد عليهم مزيان، وغادي نديرهم في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نوجد لكم الفيديو ديال تحضير الدقيق ديال اللوز
وديال جوز الهند. اللي تنأكد عليكم ما ترميوش هادو لانه غادي نحتاجوهم في بزاف ديال الوصفات ان شاء الله. ما كنتوش بغيتو الغد ليه توجدوهم بلاستيك غذائي في الكونجيلاتور ونديروهم كيبقاو حتى لشهر عاد نقدروا نستعملوهم ما كيوقع عليهم حتى شي حاجه. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهذا الحليب ديال اللوز اولا الحليب ديال الكوك، فالحليب ديال اللوز كيبقى حتى لخمس ايام في الثلاجه الا كان في قرعه ديال الزاج ومحكمه الاغلاق غادي تكون مسدوده مزيان غيبقى لنا حتى لخمس ايام. بالنسبه للحليب ديال جوز الهند تيبقى حتى الاسبوع ما كيوقع له حتى شي حاجه. الا خفتوا انه يحماض لكم الثلاجه ديالكم ما كتبردش مزيان غادي ديروا بواطات ديال البلاستيك اولا ديال الزاج خاصين بالكونجيلاتور، حطوا فيهم تقريبا فرقوا كيسان ديال الحليب اولا الكيسان ديال اللوز وتخليهم في الكونجيلاتور تقريبا مده شهر كيبقاو صالحين ما كتوقع لهم حتى شي حاجه. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفات، ولا جربتوهم وذقتوا المذاق العجيب واللذيذ فيهم ما تنساوش تخليوا لي تعليق وخليتكم على خير. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.